نص كلمة بقلم أحمد رجب. كان يجب في التشكيل الوزاري الجديد وزيرا لسيناء يشرف على شؤون تعميرها بالبشر والحجر ويحولها إلى مدن زاخرة بالسكان، لا أن نعاملها بالإهمال والتراخي كالصعيد ويتخذ منها أعيان البلد مشتى يزورونها كل مشتى. فهل نترك سيناء إلى ما آلت إليه الصعيد التي تركناها وهي تلت مساحة مصر في الخرابات؟ أحمد رجب، أداء صوتي ياسر حماية.